الحلقات 53 في تفسير جزء عما تفسير سورة الفيل. ما موضوع سورة الفيل؟ تقرير مبدأ أن كل من أراد الصد عن دين الله بهدم مكان العبادة أو تعطيله أو هدم داعي أو تعطيله، حتى لو خضع له الجميع وعاونوه وحتى لو امتلك أحدث الأسلحة، لابد أن يهزم ويترك ملقى مخذولا كالروثي في الطريق. دي القاعدة. فإبراهيم أراد الصد عن دين الإبراهيم وخضع له الجميع وعاونوه وامتلك أحدث الأسلحة، فهزم وترك ملقا مغذولا كالروثي في الطريق. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم بما صنعه الله بإبراهيم وقومه الذين غزوا الكعبة بجيش فيه أفيال وأرادوا أن يهدموا الكعبة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لقد جعل سعيهم وتدبيرهم في صرف الناس عن الكعبة ومحاولة هدمها عملا ضائعا لا فائدة فيه. يبقى ده أول عقوبة، كل لازم النتيجة صفر، مش ممكن إن ينجح أبدا من أراد الصد عن سبيل الله بهدم مكان للعبادة أو إيقافه، أو لازم النتيجة صفر مهما طال الزمن، لازم النتيجة المحصلة صفر. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، دي العقوبة التانية. ألم تعلم بما عاقبهم به؟ أن بعث طيورا من السماء جاءت جماعات كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا، يرسل الله من ينتقم من حيث لا يحتسب ذلك الظالم، يرسل له مرض، يرسل له ضرائب، يرسل له نقل، يرسل له ابن، يرسل له، لازم يرسل له عقوب من حيث لا يحتسب. ترميهم بحجارة من سجيل، تحمل هذه الطيور حصى صغيرة صلبة، سجيل يعني حجر صلب، تلقيه على أصحاب الفيل فتقضي عليهم. لو انت راكب طيارة بقى بتبص على جيش إبراها اللي كان ماشي فرق، هتلاقي مجموعات ميتة مرمية فوق بعضها، مجموعات مرمية بقت في بعضها، كأن في بقر عدت فوق الطريق دوت وبقت عمالة تتبرز هنا حبة وهنا حبة وهنا حبة، مجموعات ميتة ومتعفنة، حتى فجعلهم كعصف، حتى صاروا كعصف يعني زرع، عصف يعني زرع تبني، يعني مأكول يعني أكلته الدواب فرسته، فأصبحوا مجموعات مقتولة من ينظر إليها قطع روث ألقتها البهائم في الطريق. قال ابن زيد: العصف ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فرسته. طيب المستوى التاني بقى، أسئلة هامة في الصورة. ما مكان نزولها؟ صورة مكية نزلت بعد صورة الكافرون، ترتيبها 105، عدد آياتها 5 آيات، عدد كلماتها 23 كلمة، عدد حروفها 93 حرف. ما مناسبتها؟ خدنا المناسبات دي قبل كده في الربط بين الصور. طيب لماذا أتى بصورة الفيل بعد صورة الهمزة كدليل على إمكانية فعل ذلك؟ لأن أصحاب الفيل الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وعتوا جعل الله كيدهم في تضليل وأهلكهم بأصغر طير وأضعفه وجعلهم كعصف مأكول، ولم يغن عنهم ما مالهم ولا عزهم ولا شوكتهم ولا فيلهم شيئا، فمن كان متعززا بالمال وهمز الناس بلسانه أقرب إلى الهلاك وأدنى إلى الذلة والمهانة. فهذا المال الذي جمعه وكان زينته في الدنيا هو الذي صرفه عن التفكير في المآل وفي المصير ودفعه إلى الهمز واللمز واحتقار خلق الله. ما تفسير السلف لكلمة أبابيل؟ أول تفسير أنه فرق، الطيور دي كانت فرق، وده عن ابن مسعود. تاني حاجة أبابيل يعني مجموعات ورا بعضها، وده تفسير ابن عباس وغيره. تلاتة الكثيرة، أبابيل يعني الطيور كتيرة. أربعة مجتمعة. طب الراجح إيه؟ الراجح كل دول فرق متتابعة كتيرة مجتمعة. طب ما الرد على من فسر في رحلة الشتاء قالوا كانوا يشتون بمكة؟ ده استبع الصورة التانية. لماذا رجحنا ان التفاسير كلها الابابيل محتملة؟
لاحتمال اللغة لها كلها، ومفيش دليل على تخصيص معنى دون معنى. ما الدليل على تفسير السجيل بالطين وعدم ركحان غيرها؟ السجيل طين متحجر. ليه؟ قال تعالى في عذاب قوم لوط: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقال لنرسل عليهم حجارة من طين. يبقى السجيل هو الطين، لأنه مرة قال سجيل ومرة قال من طين، يبقى القرآن هو اللي فسر نفسه. تاني حاجة ده تفسير ابن عباس وعكرمة وقتادة. ما أقوال السلف في العصف؟ ناس قالوا ورق الحنطة، ناس قالوا التبن، ناس قالوا الزرع المأكول، ناس قالوا قشر البر. طب ايه الراجح؟ ان العصف يشمل كل التفسيرات، لان اهل اللغة قالوا كل ما يعصف اي يحطم من الزرع، وهذا الوصف يشمل جميع ما قاله السلف، فتكون اقوالهم امثلة من النباتات المعصوفة، ولا دليل على تخصيص نوع معين. ويبقى الآية على ظاهرها: عصف مأكول يعني أكل، علف متاكل. العلف ده يكون حنطة، يكون تبني، يكون زرع، أهم حاجة يكون حاجة البهائم بتاكلها وترصيها. ما قصة أصحاب الفيل؟ دي موجودة في الكتاب، نقراها الإخوة تقراها بالتفصيل. وكيف منع الله الكعبة من إبراهة ولم يمنحها من الحجاج؟ هنقول الحجاج ما منعش العبادة جوا الكعبة، كان بيدخل ناس تحج وتطوف، وكان الحجاج بيقرب دين ربنا مش بيحارب دين ربنا، لكن إبراهيم كان عاوز يهدم الكعبة ويعمل تاني ايه، ويعمل كنيسة. يبقى فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين، فاستغنى عن آيات تأسيسه، وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة، فجعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومجيء رسالة من علامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنظر بهدمها، فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية. الرسول قال إن الكعبة ستهدم والحجاج هدمها، فلذلك اختلفت حكمها في الحالين. طب ما أثر حديث الفيل على قريش؟ انتشر ذلك بين العرب، فكانت لقريش مهابة كبيرة جدا، ودانت لقريش بالطاعة كل القبائل العربية. وحديث الفيل ده كانت علامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أثر حديث الفيل على المسلمين حتى اليوم؟ في الحج أمرنا أن نسرع في وادي محسر موضع الفيل، ويوم الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية من الثانية التي تهبط بها على قريش برقت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا خلأت القصواء أي حزنت أي حرنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يأذن بدخول مكة عنوة هذا العام، ولم يحلها حتى لنبيه يوم فتح مكة. وقال عن أبي هريرة أن رسول الله قال يوم الفتح: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.